مشهد مسيء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مجموعة من العاملين بيصلوا في أرض المهرجان. وليه وليه؟ يبقى في حد ورا المشهد ده قاصد يصدره، في حد بيسيء لمهرجان القاهرة السينمائي. ما هو أصل المهرجان معمول في دار الأوبرا المصرية، وبالتالي دار الأوبرا المصرية فيها مسجد للصلاة، فليه تصلوا في أرض المهرجان؟ قاصدين تحرجونا؟ قاصدين تحرجوا وتسيئوا للقائمين على هذا المهرجان العريق وليس العظيم، لأن العظمة لله سبحانه وتعالى. فوضنا الأمر فيكم لله. يعني مجموعة من الناس الفرض وجب فصلوا، فبدل ما نسعد لهذا المشهد لا، هنجرمه وهنقول وراه مين، ووراه حد، ووراه قضية، ووراه توجه سياسي وتوجه ديني والغطاء الديني مش عارف ايه. حرام عليكم، روحوا شوفوا قطر عاملة ايه. قطر عاملة عظمة، قطر عاملة عظمة في بلادها، والعظمة لله عز وجل. قطر بتحيي الدين الإسلامي، قطر بتقول احنا مسلمين احترموا هذه البلد. اقول لكم ايه، بس قطر عاملة قائمة احترام لبلدها، مش ممنوعات، احترام لبلدها. قطر منع المثلية الجنسية، ولو ان قطر في هذا الشق بتحارب، لان في ناس ابتدت تعاند وتقول احنا هننزل بالاعلام المزدوجة بالالوان، واحنا نحترم هذا الشيء اللي مش موجود في الحياة. ربنا اصلا خلقنا الناس طبيعيين، لكن البشر بيعملوا انهم مش طبيعيين. هو ربنا اصلا ما خلقش هذه الفئة المثلية، عز الله، يعني ربنا خلقنا كلنا طبيعيين، خلق ادم وخلق حواء، لكن الشق الثالث ده من اختراع البشر. المهم ان قطر بتحارب في هذا الشق، وربنا يقدرها ويعينها يا رب. هي جرمت المثلية وهتقبض على اي حد يرتكب هذا الفعل الفاضح والفاحش. تاني حاجة، قطر منعت خلع الملابس اللي بيبقى نتيجة الفرحة في يعني في كاس العالم او في الماتش او في ارض المباراة، منعت خلع الملابس تماما، ومنعت اللبس القصير والفاضح بتاع الاجنبيات. انتوا بلد اسلامي احترموا هذا البلد. يعني احنا لما بنسافر برا، يا رب بنسافر برا، يعني بنحترم ثقافات هذه البلد اللي بنروح لها، بنحترم بره بكل حاجه. ممنوع ترمي ده، ممنوع، ممنوع تعمل ده، بيبقى ممنوع. لذلك انتم اقدمتوا على دوله عربيه فلها كل الاحترام والتقدير، وانا من هنا فاحترم وانحني لهذه البلد العريقه الجميله. لو اننا كان بينا خلافات بيننا وبين قطر، ولكن الان اثبتنا اننا اشقاء، واننا دول عربيه، واننا اشقاء في العروبه وفي الوطن وفي الاخاء وفي كل شيء. قطر عملت احاديث نبوية، او كتبت او اعادت صياغة كتابة احاديث نبوية على اركان الاسلام كلها عشان تعرف الناس بالدين الاسلامي. قطر بدلت الائمة بائمة صوتها جميل، ويعني عايزة اقول لكم انها اختارت افضل الائمة باصوات جميلة علشان يأذنوا، وسماعات مجسمة علشان كل اللعيبة او كل الموجودين او كل الوافدين يسمعوا الاذان يعرفوا انها بلد مسلمة. قطر عملت ضوابط كتير، منعت منها شرب الخمور الا في اماكن معينه، في غرفتك انت حر، في المطعم اللي انت بتاكل فيه انت حر، ولكن عليك احترام هذه البلد، عليك بعدم القاء القمامه في الشارع والا غرامه كبيره، عدم يعني ايه حيازه ادوات مخدره او ادوات او ادويه كمان، لازم بروشتة، والروشتة دي تكون مدتها 6 شهور. مجموعه من الضوابط جميله، احترام لهذا البلد. انا مش هقول لكم احترام للتكاليف اللي كلفتها هذا البلد، ولكن احتراما لقدسية وشعائر هذه البلد. يعني قطر ما كانتش مجبرة تعمل ده كله، كانت ممكن تستكفي بانها عملت ملاعب فخمة، عملت استقبال ضخم في المطار، عملت حاجات حلوة ومشرفة، ولكن قطر اثبتت انه انا بلد مسلم عربي عريق ولازم احترم. بس منعت المواعدة، يعني رجل وست ما يبقاش بينهم اي علاقة ويتواعدوا كده علنا او جهر. ممنوع، ممنوع التقبيل، ممنوع شغل الاجانب ده، اصله مش عندنا، مش هينفع عندنا. لكن احنا في مصر احنا لبسنا برانيت، والله يعني انا حاسه ان احنا في مصر ابتدينا نلبس البرانيت، بقينا اجانب اصلا، يعني احنا بقينا نتقلد بالغرب في كل حاجه ما شاء الله. يعني ده احنا عندنا شيخ هيجرم اللي فرض الحجاب. والله عندنا شيخ ترك كل الائمه اللي قبله، ترك سنه نبينا، ترك القران، ترك كل البلاد العربيه، وهو قال ان هو مش فرض. عندنا الشيخ بيطالب ويجرم ويحرم اللي فرض الحجاب، شيخ ميزو، كلكم عارفين شيخ ميزو طبعا. انا اطالب بمحاكمة كل من يدعي ان قطعة القماش التي توضع على شعر الانثى فريضة دينية اسمها الحجاب، ان يحاكموا بتهمة سب الذات الالهية والدليل في هذه الآية. لحظة واحدة، يعني انت حضرتك عايز
المتحاكم رجال الدين اللي بيقولوا ان ان الحجاب فرض؟ اجيب لك الدليل من القران، مش بيننا وبينهم كتاب الله؟ الله سبحانه وتعالى بيقول: وما كان لبشر ان يكلمه الله، يتحدث هنا عن مقام النبوة والله، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذا كانت كلمة حجاب تعني قطعة من القماش توضع على رأس المرأة، فأين هذا الدليل في الآية؟ ده لا يكلم الله بشرا إلا من وراء حجاب، فهل هنا تطاول على الذات الإلهية؟ طبعا تاريخ عريق في فتاوى المضللة، فتاوى المضللة لن نخجل من هذا. في النهاية فخورين بقدر، فخورين بأي دولة تقول أنا مسلمة موحدة بالله، لا إله إلا الله، سبحانك لا إله إلا أنت. إحنا بنحترم أي دولة تحترم دينها، فخورة بيه، وصوتها يبقى عالي بالشكل ده. قطر تواجه حاجات صعبة كبيرة، ربنا هيقدرها إن شاء الله. والناس اللي بتحارب سلف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اتوكسوا عشان شكلكوا عار، والله العظيم اتوكسوا عشان انتوا شكلكوا عار.